وقالوا إن هذه الكتب التي تحت كرسيه هي التي كان يملك بها الأمور، وسخر له بها الشياطين، وسخرت له بها الدواب إلى آخره والطيور، فكانت تسمع كلامه تطيعه لوجود هذه الكتب. وهذا كذب منهم وافتراء، كذبهم رب العالمين، قال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان. هذا كذب عليه، ولكن الشياطين كفروا. قال الله عز وجل وما كفر سليمان، هذه الآية أو هذه التبرئة، هذه التبرئة لنبي الله سليمان من الكفر، قالها الله عز وجل في سياق ماذا؟ في سياق اتهامه بالسحر، في سياق اتهامه بالسحر، فبرأه من السحر بقوله وما كفر سليمان. فماذا تستفيد من هذا؟ أن السحر كافر، وما كفر سليمان. وهنا انتبه معي، هذا السياق المبارك كما أنه يدل على الخطوات التي من خلالها يصل الإنسان إلى السحر، فهو يدل على كفر الساحر من وجوه عديدة تصل إلى 7 وجوه، وإن شئتم نعدها سويا. الوجه الأول في هذا السياق المبارك في الدلالة على كفر الساحر في قوله تبارك وتعالى نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم، ونبذ الكتاب وراء الظهر ما هو كفر. الوجه الثاني في قوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، واتباع الشياطين عبادة لها وطاعة، وهذا كفر، يا أبت لا تعبد الشيطان، فهذا الوجه الثاني. الوجه الثالث تبرئة الله سبحانه وتعالى لنبيه سليمان من السحر بقوله وما كفر سليمان، فهذا وجه ثالث يدل على كفر الساحر. الوجه الرابع في قوله جل وعلا ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فقرن وصفهم بالكفر بتعليمهم للناس السحر، فدل ذلك على أن تعليمهم للناس السحر هو من الكفر الذي هم عليه ويمارسونه. ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد، يعني الملكان، وهذه فتنة وابتلاء وامتحان من رب العالمين، حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وهذا الوجه الخامس في الدلالة على أن الساحر يكفر، فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وهذا وجه سابع في الدلالة على كفره، أي أن الساحر ليس له حظ ولا نصيب يوم القيامة. الوجه السابع في قوله تعالى ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. لو أنهم آمنوا واتقوا، وهذا لا يقال في حق المؤمن، فهذه وجوه 7 في هذا السياق العظيم المبارك تدل على كفر الساحر، وأن الساحر لا يكون ساحرا إلا بالكفر بالله سبحانه وتعالى. وقد أورد ابن كثير رحمه الله في تفسيره لهذه الآية قصة وصفها بأنها عجيبة، وقال إسنادها جيد إلى عائشة رضي الله عنها. ذكرت عائشة أن امرأة جاءت من دومة الجندل إلى النبي صلى الله عليه وسلم تريد النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنها وصلت المدينة بعد وفاته، يعني بأيام قليلة، فلما وصلت المدينة وعلمت أنه قد مات حزنت حزنا شديدا وبكت بكاء مرا، فأخذت تبكي وتكلمت مع عائشة في خبرها وذكرت لها قصتها. والقصة تجدونها في تفسير ابن كثير. قالت المرأة ما معناه وملخصه أنها فقدت زوجها، غاب عنها زوجها وكانت محبة له،
ففقدته وذهبت إلى امرأة عجوز وقالت: إني فقدت زوجي، أريد أن تساعديني في حل لعودته. قالت: أرشدك إلى أمر تفعلينه ولا تعصينني فيه، ولك علي أن يأتي زوجك. وكانت محبة له، قالت: لا أعصيك. فوعدتها في وقت وأتت بكلبين أسودين، فركبت أحدهما وركبت المرأة الآخر، وإذا بهما في لحظات في بابل، وكان هما في دومة الجلدة، فإذا بهما في لحظات في بابل، وإذا برجلين معلقين بقدميهما. فقال: ما لأي شيء جئتما؟ قالوا: جئنا نتعلم السحر. فقال: إنما نحن فتنة فلا تكفري. قالوا لها: إنما نحن فتنة فلا تكفري. قالت: أنا أريد أن أتعلم السحر. فقال لها: اذهبي إلى هذا إلى ذاك التنور وبولي فيه. حدد لها تنور وأمراها بأن تبول فيه، فذهبت إلى التنور فاقشعرت ورجعت إليهما وقال لها: بولتي فيه؟ قالت: نعم. قال لها: ماذا رأيت؟ قالت: لم أرى شيئا. قالوا: كذبتي، لم تبولي، ارجع إلى, 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 إلى بلدك ولا تكفري. قالت: أريد أن أتعلم السحر. قال لها: اذهبي إلى ذاك التنور وبولي فيه. فذهبت وأيضا اقشعرت ورجعت وقالت: بولت. قالوا: ماذا رأيت؟ قالت: لم أرى شيئا. قالوا: كذبت، ارجع إلى بلدك ولا تكفري، ارجع إلى بلدك ولا تكفري. قالت: أريد أن أتعلم السحر. تريد زوجها، هي حبها الشديد لزوجها أعماها وجعلها ملحة في البحث عن وسيلة لطلب زوجها. فلا تكفري. قالت: أريد أن أتعلم السحر. قالوا: اذهبي وبولي في التنور. فذهبت إلى التنور وبالت، ولما بالت في التنور وجدت أو شعرت بأن خرج منها فارس وطار في الهواء وذهب في السماء وهي تراه، فرجعت إليهما قالت: بلت فيه. قالوا: ماذا رأيت؟ قالت: رأيت فارسا على خيل أو نحو ذلك، طار، خرج مني وطار في السماء. قالوا: نعم، هذا إيمانك قد خرج، هذا إيمانك قد خرج. لا يكون الساحر ساحرا إلا بماذا؟ بالكفر. ارجع إلى بلدك ولا تكفر، إنما نحن فتنة فلا تكفر. فقالت للعجوز التي معها: ما حصل لي شيئا؟ فقالت لها: خذي هذا القمح ارميه. رمته. قالت لها: قولي له انبت فنبت. قالت لها: قولي له احقل فحقل. قالت له: قولي له ايبس فيبس. قالت له: قولي اطحن فطحن. قالت: اخبز فخبز. وجدت انها تامر وترى امامها يحصل الشيء الذي تريد. عندئذ تألمت ألما شديدا وحزنت حزنا عظيما لحالها أنها وصلت إلى هذه المرحلة، هذه المرحلة. فجاءت إلى المدينة تبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم، تريد